بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وما زال حديثنا موصولا مع سورة الحج، تلك السورة الكريمة التي تحدثت عن مراحل خلق الإنسان، وتحدثت عن جانب من أهوال يوم القيامة، وتحدثت عن مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، وتحدثت عن كيفية بناء المسجد الحرام، وتحدثت أيضا عن أصناف الناس، أصناف الناس في هذه الحياة. ووصلنا إلى قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، وذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. سورة الحج قبل ذلك ذكرت لونين من الناس. الآية رقم 3 يقول الله تعالى فيها: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. للآية رقم 3. الآية رقم 8 تقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذه نوع ثاني. النوع الثالث اللي هو موضوع حديثنا اليوم هو قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. يبقى نجد أن السورة الكريمة ذكرت ثلاث ألوان وثلاث أنواع من الناس: قوم يجادلون في بالباطل وهم المقلدون الذين يقلدون إيه؟ غيرهم. دول يسمع أي كلمة يقلدها دون أن يحللها ويعرف أصولها ويعرف فروعها ويعرف كل ما يتعلق بها. هؤلاء عبر عنهم القرآن الكريم بقوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. يعني ليس عنده علم. قلنا من يجادل في الله يعني يجادل في وحدانية الله عز وجل وفي قدرة الله عز وجل. وهؤلاء هم المقلدون الجاهلون. النوع الثاني: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه. قلنا معنى
متكبر مغرور يظن أنه هو العالم الوحيد وغيره لا يعلم إيه شيئا. هذه معنى ثاني عطف، يعني متعجرف مغرور متكبر. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. النوع الثالث من الناس الذي ذم الخالق عز وجل سلوك هؤلاء الناس، قوم يعبدون الله عز وجل على حرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف. ايه معنى من يعبد الله على حرف؟ يعني من الناس من يعبد الله على طرف، ان جاءه الخير فانه يصلي مثلا او يحمد، ان اصابه شر ترك ايه الاسلام، ترك الاسلام. ولذلك يقول المفسرون بان قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، ذكر بعض المفسرين في سبب نزول هذه الايه روايات. من هذه الروايات ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. يعني هو بيتعامل مع الأديان ومع العقيدة معاملة التجار، معاملة صفقات تجارية. هو جه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إلى المدينة وظهر الإسلام وهو من مكان آخر، قال طيب أنا نذهب إلى المدينة ونشوف هذا الرسول. فإن ذهب إلى المدينة وقعد عدة أيام وشاف خير جاله يقول ده الدين ده إيه كويس، إن شاف إنه هو مش واخد فلوس ومش واخد كذا يقول الله نرجع لإيه لبلدي مرة أخرى. أدي معنى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير. المراد بالخير هنا الخير الديني ولا الخير الدنيوي؟ الخير الدنيوي. فإن أصابه خير وجد مال، وجد اللي يعطيه مال، وجد كذا وكذا من مطالب الدنيا، قال طيب خليني هنا. وجد بأنه هو ما تغيرتش حاله وما جالوش فلوس، يقول هذا في هذه الحالة ده دين سوء ونبتعد إيه؟ شأن المنافقين، شأن المنافقين. الآيات التي في سورة التوبة وهي تصف المنافقين: ومنهم ومنهم ومنهم، من بينها قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هؤلاء. يبقى هذه الآية الكريمة وهي قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي يعبد الله عبادة ليست قوية وليست عميقة وليست ثابتة، عبادة مضعضعة مضطربة مضطربة. كيف؟ إن أصابه خير دنيوي قال كويس، إن لم يجد هذا الخير يقول لا 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 ابعد عن هذا إيه الدين. لا ينظر إلى الدين على أنه حق أو باطل، لا، وبينظر لمنافعه الخاصة بصرف النظر عن
فذم الله هؤلاء المنافقين، ذم الله هؤلاء المنافقين وقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. ومعنى على حرف أن يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة متأرجحة ليست ثابتة، زي الإنسان أمامي مكان أهو، هذه الطاولة أو هذه المقعد أو ما إلى ذلك، ما يجلس في الوسط، لو جلس في الوسط يبقى جلسة إيه؟ لا، يجلس على حرف، يبقى مضطرب ولا ثابت؟ مضطرب. هذه معنى ومن الناس من يعبد الله على حرف، كأن سائلا سأل وقال: وكيف يعبد الله على حرف؟ قال: من صفات من يعبد الله على حرف أنه إن أصابه خير دنيوي فرح به، إن أصابته مصيبة أو أصابه ما لا يسره يبقى في هذه الحالة إيه؟ يقول: أنا أترك هذا الدين وأذهب إلى غيره، ولا يؤمن بأن هذه الحياة الدنيا إنما هي مبنية على تقلبات، كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والمؤمن القوي في إيمانه هو الذي عند النعمة يشكر، وعند المصيبة يصبر، ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ولما نقرأ القرآن الكريم يا أبنائي، لما نقرأ القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم في عشرات الآيات بين ألوان من الناس، أنواع من الناس، وأن الناس في كل زمان ومكان منهم العاقل ومنهم غير العاقل، ومنهم المؤمن ومنهم المنافق، ومنهم الذي يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة مخلصة قوية، ومنهم من ليس كذلك. الآيات التي في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والمتأمل في هذه الآية الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يرى أن هذه الآية الكريمة قد صورت المذبذبين في عقيدتهم، والمنافقين في طباعهم، صورتهم أكمل تصوير، فهم يقيسون العقيدة بمقياس الصفقات التجارية، كأنه شخص إيه؟ تاجر. إن ربح في هذه التجارة يقول كويس، ما ربحش يمشي بعيدا. الدين ليس كذلك، الدين حقائق، حقائق. الدين هدايات أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه. الدين أوامر ونواهي، من اتبع الأوامر سعد، ومن أعرض عن الحق يبقى خسر. والله سبحانه وتعالى بين لنا بأن العاقبة في النهاية لمن؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. قد تقول
واحد منكم يقول بس الآية دي بتتكلم عن أحوال الناس يوم إيه؟ قيامة. أنا عاوز آية تدل على أن النصر للمؤمنين الصادقين سيكون في الدنيا ويكون أيضا في الآخرة. قل له أيضا، استمع، آيات كثيرة، من بين هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: إنا لننصر من رسلنا، أدي واحد. اثنين: والذين آمنوا، أدي اثنين. ثلاثة: هذا النصر ليس في الدنيا فقط، أو في، لا، في اثنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في الحياة الدنيا التي نحياها، يوم يقوم الأشهاد أي يوم إيه؟ قيامة. يبقى الله سبحانه وتعالى بشر رسله وبشرنا كمؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وبشرنا كمؤمنين بأن النصر سيكون لنا في الدارين أو في دار واحدة في الدارين. هنا بين لنا القرآن الكريم أن هذا من شأن المؤمنين الصادقين، أنهم دائما يثبتون على الحق ولا يضطربون، ولا عند الشكر، عند النعمة يشكرون، وعند المصيبة يصبرون، عكس ما قاله الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، خير دنيوي، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. طيب، بعد ذلك نجد الآية التي تلي هذه الآية تصف هذا المزبزب المنافق بأوصاف يجب أن يبتعد عنها كل عاقل، فتقول: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، وذلك هو الضلال البعيد. يبقى هذا الذي يعبد الله على حرف، هذا المنافق الذي يعبد الله على حرف، من صفاته القبيحة ماذا؟ من صفاته القبيحة أنه يعبد سوى الله سبحانه وتعالى من أوثان ومن أصنام، يعبد هذه الأوثان التي لا تضر ولا إيه ولا تنفع، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه. حقائق ولا مش حقائق؟ حقائق. يبقى هل الأصنام تضر؟ لا. هل الأصنام تنفع؟ لا. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، أي أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تضر أحد، ولا تستطيع أن تنفع أحدا، والذي يعتمد عليها في عبادته يكون في سعادة أو في شقاء. ولذلك قال القرآن: ذلك هو الضلال بعيد، أي ذلك الذي يفعله هذا الشقي الذي يعبد الله على حرف هو الضلال البالغ، النهاية في البعد عن إيه؟ عن الهداية. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، وذلك اسم الإشارة، ده يعود إلى أي شيء؟ إلى فعل ذلك المنافق، وذلك الذي يفعله هذا المنافق من عبادته لشيء لا يضر ولا ينفع، شأنه ماذا؟ عاقبته ماذا؟ الضلال البعيد. ثم تأتي صفة أخرى أيضا تؤكد هذه الصفات القبيحة لأولئك الذين يعبدون الله على حرف، فيقول الله تعالى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى
بئس المولى ولا بئس العشير. كأن واحد منكم يسأل ويقول طب ما الفرق بين معنى الآيتين؟ ما هو ده منافق وده منافق، ده مشرك وده ايه مشرك، ده في ضلال وده في ضلال، فما الفرق بين الآيتين؟ قال لك هذا من بلاغة القرآن الكريم ومن دقة القرآن الكريم. الآية الأولى تتحدث عن قوم يعبدون ايه الأصنام، والأصنام لا تنفع ولا تضر. الآية الثانية بتتحدث عن قوم يعبدون أشخاصا، يعبدون ايه؟ زي فرعون مثلا. مش فرعون قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، مش كده؟ وادعى الألوهية وتبعه بعض الناس وقال له فعلا أنت ايه إلهنا، فاستخف قومه فأطاعوه. في اللي صدق بأن فرعون ايه إله. طيب والآية الثانية بتتكلم عن قوم كانوا يعبدون الأشخاص، والآية الأولى بتتكلم عن قوم كانوا يعبدون الأصنام، ما لا يضره ولا إيه ينفع. الآية الثانية بتقول لمن ضره أقرب من إيه من نفعه. طب هو الثاني ده ينفع؟ قال لك إيه، ما هو فرعون مش قال للسحرة قبل المبارزة مع سيدنا موسى سأعطيكم كذا وسأعطيكم كذا وسأعطيكم كذا، مش كده؟ ويمكن اللي بيعبدوه دول هم مش برضه يقول له طيب خد انت عبدتني النهارده خد لك قرشين، ويجي للتاني يقول له زي بعضه انت ندي لك بكره وهكذا. هذه معنى لمن ضره اقرب من ايه؟ نفع. يبقى نفعه يعود إلى ما كان يعطيه فرعون لمين؟ اللي بيعبدوه. طب وضره إيه؟ إنه مش بيعطي كل الناس وإنما بيعطي البعض ويترك إيه؟ البعض. يبقى الآية الأولى انظر إلى بلاغة القرآن وإلى تحديده للأقوال وللأفعال، تحديد الدقيق. الآية الأولى أولئك الذين يعبدون سوى الله من الأصنام ومن الأوثان وهكذا. الآية الثانية في قوم يعبدون أشخاصا، هؤلاء الأشخاص قد يعطونهم شيئا من الخير ولكنهم يقدمون لهم الكثير من إيه من الشر، وهذا معنى قوله تعالى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى. المولى بمعنى ماذا؟ بمعنى الناصر. ولبئس العشير يعني لبئس الصحبة. تقول عاشرت فلانا أي صاحبته مصاحبة في سفر أو في تجارة أو في كذا أو في كذا، لبئس المولى ولبئس العشير. ثم بعد ذلك بعد أن ذكرت السورة الكريمة ثلاث ألوان من الناس جاءت آية الكريمة اللي هي رقم 14 لكي تبشر من يتقي الله ويخلص العبادة لله ويبتعد عن عبادة الله على حرف ويبتعد عن الجدال بالباطل ويبتعد عن اتباع كل شيطان مريض. جاءت الآية التي تبشر المؤمنين الصادقين ألا وهي قوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني وعملوا الأعمال الصالحات، جنات جمع جنة، بساتين تجري من تحتها، يعني تجري من تحت ثمارها وأشجارها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد، أي إن الله يفعل ما يريد إيه
أن يجعلنا جميعا ممن قال الله تعالى فيه: إن الله يدخل الذين آمنوا.